فلاح مصري. لنا النهاردة الشرف العظيم جدا ان احنا نحضر في هذا المهرجان اللي هو مخصص للأم اللي عاملاه المغرب، وفيه ناس تقريبا 40 دولة وفي الكلور وحاجة عظمة، وهذا هو المغرب الرائع بتنوع الثقافات واختلافه واستقبال الناس والضيوف. يعني المغرب شيء عظيم، شيء راقي جدا، وديمة مغرب وواعر المغرب، يحمق العالم، كيحمق العالم في الكورة، في المطبخ، في الهضرة، في اللهجة، في كل شيء. اللهم صل على النبي. وشكرا. خديجة المسيح، باحثة وفي الحكاية الشعبية كمرور ثقافي، وشاعرة وزجالة. بطبيعة الحال هذا العرس الثقافي، وكنسميه انا عكاظ الحكاية، يضم الحمد لله كل من بقاع العالم، حكواتيين وباحثين، ويعني هذا الموقع شلة اللي احنا فيه الان هو أثري، وهو المنبع، لأن دائما المواقع الأثرية هي منبع الموروث، منبع الحكاية، والمغرب والحمد لله معين لا ينضب من الحكاية ومن الأمثال الشعبية ومن اللباس التقليدي المغربي وكذلك الأكل المغربي، هادشي كله مقومات ديال الموروث اللي كيخصنا نعرفوه الأجيال الصاعدة، واللي هي ما كتعرفش الأكثرية ديالهم ما كيعرفوش يعني هاد الجزء من 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 التراث ديالهم، واللي هاد المهرجان هو يعني واحد الينبوع وواحد الشمس مشرقة على التراث والتعريف به. معكم محمد شتواني، شاعر وباحث في الموروث الثقافي الشفاهي الشعبي اللامادي وفي الحكاية الشعبية. اليوم المشاركة ديالي هنا في المهرجان الدولي للمغرب الحكايات مشاركة متميزة، كانت لنا عدة لقاءات اليوم في المدارس وبعض المستشفيات، ولكن اليوم الافتتاح الرسمي للمهرجان في موقع شلة الأثري الذي يحاكي زمن المغرب الجميل، ويحاكي النظرة المجتمعية لكل شمال إفريقيا والعالم كافة. إن شاء الله سأتقاسم معكم كل الحكايات، سيدي مسعود مول لامبا، شدوا لي نشطحوا لنطفيها، عمي زروال، خالتي زروالة، أشياء جميلة من عمق الموروث الثقافي الشفاهي الشعبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متالي محمد علي، جيت اليوم من موريتانيا الحمد لله لمشاركة في مهرجان الحكايات المغربي من طرف منظمة رواة الصحراء. هذا العام مشاركتنا إن شاء الله عن حكايات الأم اللي علمونا أمهاتنا من نحن وصغار، الحمد لله عندنا كثير حكايات إن شاء الله، والقادم أفضل إن شاء الله. ليلى حجامي من المغرب، شاعرة وزجالة وكذلك حكواتية، باحثة في تراث عن النساء الكرامات بالمغرب. كنشكر السيدة الفاضلة الدكتورة نجيمة طيطاي، السيدة التي تفانت في خدمة الثقافة الشعبية منذ 30 سنة، واليوم هي تخلد الذكرى 20 لهذا المهرجان الدولي للحكايات. فمرحبا بكل الضيوف الأعزاء، ونحن سعداء بهذا الالتقاء الروحاني قبل أن يكون جسدي، لأن في الحقيقة ما أحوجنا إلى هذه التظاهرات التي تجمع الأمة الإسلامية والعربية وكذلك الدولية في هذا الملتقى الذي ليحتفظ بالتراث. ما أجمل التراث، وما أجمل أن نكون كمذكرة وكناس يهتمون بهذا الميدان للثقافة الشعبية لكل الشعوب. على كل حال المشاركة التونسية مشاركة إن شاء الله تكون متميزة السنة في عرض حكايات ممسرحة خصيصا لمهرجان المغرب الحكايات في دورته 20. إن شاء الله ينال أعجابكم بحكواتيين وممثلين محترفين وفنانين جاءوا خصيصا للمشاركة في المغرب في الدورة هذه. Okay.
تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.